أول تعليق للرئيس الإسرائيلي على اختطاف الحوثيين سفينة جالاكسي في البحر الأحمر. تفاصيل الخبر، أهلا بكم. علق رئيس الكيان الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ على حادثة استيلاء الحوثيين على سفينة شحن قالوا إنها إسرائيلية في البحر الأحمر. وقال رئيس الكيان أن استيلاء الحوثيين على سفينة تجارية في المياه الدولية يمثل هجوماً ليس فقط على إسرائيل ولكن على النظام الدولي. وكان المتحدث باسم جيش الكيان قال في مؤتمر صحفي إن الحوثيين اختطفوا سفينة يابانية على متنها طاقم دولي وليس لها علاقة بإسرائيل، وهذا عمل قرصنة خطير للغاية. وكان المتحدث نفسه قال يوم الأحد إن السفينة ليست إسرائيلية ولا يوجد فيها إسرائيلي واحد. إلى ذلك قال مالك السفينة جالاكسي ليدر التي استولى عليها الحوثيون وهو رجل أعمال إسرائيلي إن عسكريين اعتلوا أسطح السفينة بطريقة غير قانونية بواسطة مروحية وفقدنا جميع الاتصالات مع طاقم السفينة. وأضاف إن السفينة محتجزة حالياً في ميناء الحديدة وقال إن احتجازها انتهاك صارح لحرية الملاحة